عندما تراه للمرة الأولى قد تظن أنه صعلوك بشاربين غريبين أو مشرد يعيش في الغابات، لكن ماذا لو أخبرناك أن اسمه كان على قائمة المجرمين الأكثر خطورة في الهند لأكثر من 3 عقود متتالية؟ ليس ذلك فقط، أجبرت عمليات ملاحقته الحكومة الهندية على تخصيص ميزانية سنوية هي الأكثر تكلفة لها طوال 20 عاماً، وألهمت قصته صناع الأفلام في بوليوود. من هو يا ترى؟ ولد في ربان غوندار عام 1952 لعائلة فقيرة بولاية كرناتاكا جنوب الهند. كان والد في ربان راعياً للغنم، وبالكاد يحصد قوت يومه ليطعم عائلته. أما ابنه في ربان أراد أن تكون له حياة من نوع آخر، وهي حياة قطاع الطرق والخارجين عن القانون، واستلهم في ربان ذلك من أحد أقاربه الذي عرف باسم سلافاي غوندار، رئيس عصابة عاشت وسط الغابات ومارست الصيد الجائر للفيلة من أجل العاج، بالإضافة إلى قطع أشجار الصندل بطرق غير قانونية. وحقق غوندار أرباحاً طائلة تقدر بملايين الدولارات سنوياً. قرر في ربان الانضمام لعصابة عمه وصاد فيلاً لأول مرة بعمر 14. أما أول جريمة قتل ارتكبها في ربان كانت في عمر 17، ومن هنا بدأ التاريخ الدموي في ربان المليء بالنهب والقتل. وعرف في ربان بكرهه الشديد للشرطة، فكان يعدم كل شرطي يواجهه ويعلق جثثهم في الغابات. وبحسب تقارير للشرطة قتل أكثر من 150 شرطياً على يد في ربان وعصابته. ليس ذلك فقط، بل كان في ربان يقتل كل شخص يشك بتعاونه مع الشرطة. وفي الوقت نفسه حصد في ربان لقب روبن هود الهند، حيث اشتهر بمساعدة الفقراء وإعطائهم المال للوقوف بصفه ضد الشرطة والحكومة التي اتهمها مؤيدو في ربان بالفساد وتجاهل مطالب الفقراء، مما صعب مهمة الشرطة في القبض عليه بسبب إيواء أهالي القرى له والتستر عليه مراراً على مدى 4 عقود. وفي عام 1986 نجحت الشرطة في القبض على فيربان، إلا أنه أخلي سبيله بسبب رشوة بلغت 2000 دولار أمريكي. وذاع صيت فيربان عام 2000 عندما اختطف الممثل الهندي الشهير راج كومار لأكثر من 3 أشهر مقابل فدية دفعتها الحكومة. كما اشتهر باختطاف السياسيين من أجل تنفيذ مطالبه، وكان من بينهم سياسي شغل منصب وزير زراعة سابقاً، وجدت جثته في الغابات أثناء أسره. أما حكومات ولاية كيرلا وكرناتاكا وتاميل نادو بجنوب الهند فوضعت مكافأة ب8 ملايين روبية لمن يأتي برأسه، خاصة بعد أن استنزف في ربان أكثر من 100 مليون دولار من أموال الحكومة في سبيل ملاحقته والقبض عليه. وفي عام 2004 تمكنت الحكومة أخيراً من فيربان وأردته قتيلاً مع 2 من مساعديه أثناء اختبائهم بسيارة إسعاف خلال عملية عرفت بكوكون. وبمقتل فيربان انتهى كابوس الشرطة الهندية.